بسم الله. اللهم اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا يا رحمن يا رحيم يا هادي يا الشباب على الانترسيون كانت إيجابية فلك أجر ريتريبيوشن عند الله ما يعلم إلا الله، ولهذا أنت ماكش خاسر في نشاطك لتحقيق هذه الوساطة، مش كما عملوها كرب المشركين قالوا احنا خلنا الآلهة هذه باش تشفع فينا الشباب إلى انترسيسيون، كما هذوما الكلاب الكنائس معظمهم يقولوا بشفاعة سيدنا عيسى عليه السلام، يشفع بمن؟ في من كذب على الله لمن نسب إليه طفل بار مش بار كرياسيون بار أمر ديفان، ولكن بار أن انفونتمو، يعني ربي يجعل سيدنا عيسى عليه السلام ما لا من أصله، يعني أصل رباني، وهذا باطل. وحنا نقول لكم يا ناس راكم من البداية حتى نهايتكم مش تكونوا دائما من أبغض الكاذبين في حق رب العالمين وفي حق الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. وجاي قريبا بحول الله سيدنا عيسى ويكسر الصليب ويرجع باش يفرض عليكم بقصور تعطيه الدية وتعطيه كل ما هو راجع لأمة الإسلام، لأنه أمة الإسلام حين تتعاملكم كأهل أديان لا غير، أما مش تكون توافقكم بما تكذبون فيه فهذا لا. حنا ما نعاونوش على الشرك وما نعاونوش على الكذب، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن والمسلم يلزم يقع في أي خطأ، أما أن يكذب فلا، إلا بثلاث مواطن فقط، أما بيصلح بينه وبين زوجته بس تفك عليه نوعا ما الحرب تاع المصروف وحرب تاع اشري لي كذا واشري لي كذا، هي يقول إن شاء الله إن شاء الله. ولا بين فريقين أو بين شخصين باش ترجع المودة بينهما، والحرب هي خدعة. وبالمناسبة كلاب الكرب كان في فسطاط الكلب اللي قال هو من نشر من ربما رواية كاذبة، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، أعطيني كيفاش تبشر بالجنة وأنت كنت ساعي باش تاخذ سلطان ليس لك فيه حق، وعلى حساب من؟ على حساب المؤمنين بسيدنا علي كرم الله وجهه، ولا المؤمنين بأمنا عائشة عليها رضوان الله، وكنت تضرب سيامكم على الفريقين حتى كل واحد يشك في الآخر وتلهم بالنار بيناتهم. هذا هو يكرب صنيعكم، احنا نعرفكم واش غريب عنا، أنا واش غريب، وعلاش اليوم ربي يذل فيكم يكرب وخليكم ملا في ملا يفني فيكم بطريقة بأخرى الشرق والغرب. وين عندكم القوة وين عندكم البأس؟ عندكم شيء البأس رجع لكم أنتم، اللي ناوي النية يزم يعرفوا علاش باش مش ترجع له النية ذيك، أنتم بأسكم مع مواطنيكم ما لا حد ما يجب يغطي. وحنقول لكم جاية أيام ويرجع الإسلام والناس ترجع لكرامتها وحاسبوكم شر حساب، يا كلاب الشرق والغرب من الكرب، والسلام.